هلا الشراب هذي اللي عم بشربه نقوع ولا امردين؟ شلون ما بدك احسبه؟ فعلا انهم طيبين. صحة على قلبك. شوفي مكرة، ليش ما عم تعطيني وش؟ وليش عم تطلعي فيي بنظرة غش؟ في شي زعجك كرومتي؟ اصلا انت مو شاطر الا بصف الحكي، كرومتي وبطيختي. قال يعني عم يدلعني. طيب ما بدي افهم ليش زعلانة مني؟ قال يعني ما بتعرف. لا والله ما بعرف. غشم حالك لقلك، ريتك تسلم لأهلك. وليش هيك عم تتمسخري وعم تحاكيني مثل الأوباش؟ لأنه الأمر عندي جوهري وانت دايرها طناش. شو مبين القصة جدية وزعلانة مني تمام؟ يعني إذا ما زعلت منك من مين بدي إزعل؟ من جارنا أبو هشام؟ إيه ما عاش الزعل يا كرومة. أنا أكره علي شوفك مهمومة. ليلي بقى ليش زعلانة وأنا علي صالحك بأكلة مبرومة؟ هلا عن جد ما بتعرف ولا شايفني عم اخرف؟ لا ولو، شو عم تخرفي؟ محشومه يا كرومه، هاتي لشوف سمعيني، وإلك علي لبيكي على الفور، يا ضي عيني. انا كم مره صرت قايلت لك بدي سواره؟ ايوه، هلا فهمت عليكي. طيب انت استني شوي وعن قريب بلبيكي. يعني ضروري بيت استخاره حتى اخذ الجواب؟ اي والله النسوان بيطلبوا من جوازهم سيارة وبعد ساعة بتصير على الباب. بس اخ يا حسرة، ما لي قيمة عندك ولا بيهمك امري ولا سعادتي، كأني انا واقفة ضدك او بدي احل عليك سألتي. والله الحق معك يا كرومة، بس بصراحة ما معي سيولة، والتاجر مثل ما بتعرفي له ديون وسندات وعمولة، وهالشي كله ما بيجي بهالسهولة. يعني الواحد بده يطول باله وينطر، وحتى يلم مصاري وأرباحه لازم يصبر. يعني شغلة صارت معروفة وحالتي هلأ مثل النعجة المنتوفة، هيك قلك يعني؟ محسن مشان الله لا تجنني ولا تفوتني ببواب لخم، غيري مو أحسن مني وحلي أحفظ الفيلم. ليكو جوزة لأم حسني حقق لكل الحلم، وجاب لها حلق ذهب وسواري بني عم تتباهى فيه بين الزلم. شو يعني أنا عم أكذب عليكي؟ اي والله لو بإمكاني لجيب لك خلخال لرجليكي. مو مسألة عم تكذب، بس انت لما بيكون معك 70 ذهبة بتقلي شحدت. بجوز، بس هلأ هالعصا سبب الدين وقلعن من كل العصات، والديانة بينقسموا قسمين، نص أوادم ونص. هلأ لا تقعد تحكي بلا طعمة، حفظنا هالديباجة. بعدين انت مالك متجوز حرمة، يمكن مفكر دجاجة. من هلا ورايح ما رح احكي ولا كلمه وما رح اكثر سماجه. مكرم لك مكرم، شبكي وين رحتي؟ هلا انت ليش فيكي هالطبع؟ بعلمي انت حمامه بيضة، بعلمي صرتي طبع. انا بدي افهم شغله واحده بس، انت ليش تجوزتني؟ شو ليش؟ لاني بحبك. ويلي بحب الثاني بهينه ولا العاشق بدلل محبينه؟ صدقيني يا مكرم ما في شي بيغلى عليكي، بالعكس أنا مستعد حط ثروتي كلها بين إيديكي، بس السوق دائر والله أعلم، وما في بالصندوق صدقيني ولا درهم. هلأ ليش عم تنبحت هالبحت؟ شفناك فوق وشفناك تحت، على علك المصدي بتصرف بالكبيري، أما إذا طلبت منك غرض يا تعتيري. هلأ روقينا يا حلوة يا أصيلة، وما في داعي للكركبة. ليش؟ خايف صدك هالليلة إذا أجيت على الأوضة سلحبة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لك انت شو صار لك؟ عم قلك ما معي مصاري. ما معي يعني هالكلام مقبول منك لو انك فقير، بس يلي مو معقول انك تصير على الحصير. ولك يا مخلوقة حق لحمة بكرة ما معي، وانت لسه بتاخدي وبتعطي معي. صحيح انا عندي املاك واطيان وبساتين ودكاكين اشكال والوان، بس الحيطان ما بتتاكل والتراب ما بينسف والعالم ما بتتشاكل ونازلة بمصاري هف. يعني إلي بقلب العالم دين أكتر من مليونين، بقى لما بيجوني يا ببو عيوني رح اشتري لك بدل السوارة سوارتين، وبدل المبرومة مبرومتين، وإذا بدك زيادة خير رح اهديكي سوليتير، وبالسيارة موبايل، وبالشارع سلولير. لو مالي سمعاني هالكلام من قبل كنت صدقتك ورقت، بس يا ما زابلني زبل حتى تكسب الوقت. هلأ إلي صحيح، انت لساتك بتحبني؟ شوفوا على الحكي اللي بيطالع الخلق، ولك انا بحبك اكتر من كل هالخلق. هاتي ايدك حطيه على هالقلب يلي عم يخفق خفق حتى تحسي بالامانه والصدق.
هلا قلبي طبيعي، وبمجرد ما تغازليني بعيونك بيطرق قلبي طرق. طيب وينك؟ أنا هلا صدقتك، يعني مو معقول تكذب علي، وباعتباري مرتك رح أخلصك من هالبلية. أنو بلية؟ شو قصدك؟ رح خفف عنك الحملة وما رح أعمل لك سئلة. كمان ما فهمت. أنا هلأ رح أعذرك لأنه حق السوارة غالي، بس من حقي أنذرك إذا طنشت لي على التالي. وشو هو التالي بقى؟ بدي منك شحاطة لأني عم بستحي بالقديمة، بقى ممكن تفرحني؟ ولما عم بدعس حافي على البلاطة عم خاف تفوت برجلي إزازة وتجرحني. ما فهمت عليكي، شو بدك؟ عم أقول لك بدي شحاطة تلتبس لأنه على أرض الديار وأنت حافي ما بيندعس. يعني بدك شحاطة؟ إيه، لأني شفت بالسوق شحاطة حلوة إلى عقدة وشريطة، فقلت أكيد جوزي رح يزوق وما رح يعمل لي مشان عيطة. أما شو شحاطة يا محسن، رخيصة وكويسة ولونها رمادي. بقى بترجاك إذا ممكن تهديني إياها بكرة لأنه يوم ميلادي. اهديكي شحاطة؟ إذا بتحسن. ما معي فراطة. إذا ممكن. إيه حاجة نياطة. ولك عم قلك شحاطة شحاطة، لا تنورة ولا خراطة، لا عم قلك جيب لي فستان ولا عم قلك أيسني عند الخياطة. والله ما معي فراطة. ولك يخرب بيت قلبك، حق الشحاطة ما معك؟ قريته يسلم لي اللي اخترعك. ولك شو بتريديني انت التانية؟ انزل واشحت بالطرقات؟ تضرب هالدنيا الفانية إذا شحاطة بدها تزلني بهالحياة. هلأ ما معك حق الشحاطة ربع مجيدي؟ لك لا تفضحيني يا مكرم، صفيت على الحديدي. قريته تضرب هالعيشة. ولك أنا اللي بدي إياه منك اتضلي معي درويشة. استكتر علي الشحاطة، قال شو؟ ما معه فراطة، لكن هاي المصاري شو؟ دخلكم يا ناس الحقوني رح اموت. اه يا بطني، اه يا بطني الحقوني يا ناس، اه يا معدتي، اه يا بطني. خير يا كرمتي خير، شو بكي؟ ما بعرف يا محسن، حاسه شي مثل السكين عم يهريني، معدتي هري. سلامتك حبيبتي سلامتك، من امتى حسيتي بهالشي؟ هلا هلا لحظه اجيت حتى اتسطح ونام واتغطى بالحرام. ما احس الا بمغص رهيب عم يقطع معدتي تقطيع. لا حول ولا قوه الا بالله، لا تكوني اخذه برد. قريته ينتعلي القرد، انا بعرف شو اخذه. لا تكوني مخبصه بالاكل. ما بعرف، ما بعرف شي انا، اللي بعرفه اني ما عاد اقدر اتحمل الالم بنوب. طيب حبيبتي ولا يهمك، اتسطحي شوي عربين ما اغلي لك كاسه قرفه. ولك هلا وقت القرفه؟ ليش شو فايت تساوي انت بالغرفه؟ لكن احسن شيء اغلي لك يا بابونج يا نعنع، لانه وجع البطن ما بيخضع الا بالنعنع. ما بعرف، ما بعرف شيء انا، يلي بعرفه انه معدتي عم تقلب قلب. اه يا نعنع. يلا يلا لحظه وبكون النعنع جاهز. عم يمغصني. اه يا بطني، اه شو هالوجع. حبيبتي لا يهمك شيء، انت خدي شفه من هالنعناع وبعد ما تشربي ما في شيء عندك رح يوجع. ولا يهمك حبيبتي، شربي شربي. اتركني محسن، مشان الله مالي لاقياني حالي، ومن الوجع مالي جايفتك قبالي. اه انت شربي شوي لانه الوجع ذبحك يا خطي. بخاف اشرب تلعي نفسي. على كل ميرسي لك يا محسن، ميرسي. العفو هذا واجبي، اشربي شفك الرومتي. يلا حبيبتي. ايوه برافو عليكي. اخ دخيلكم يا عالم، الله لا يدوقكم يلي عم دوق، رح استر من الالم يا محسن. اخ طيب كملي كاس النعناع. ما بحسن. كمليها يا مكرم، اسمي غليته وغليته، ويمكن الطيبي لانه بايدي ساويتها. يلا لشوف حبيبتي يلا. ولك أنا ما بحب النعنع، بحس حالي كأني عم بشرب زيت خروع.
برافو عليكي، منيح يلي صفيتيها بالنقطة، وهلأ بعد شوي رح ترتاحي من الورطة. آخ يا ناس، آخ معدي يا علا، لك بطي يا أمي. هلأ بياخذ النعنع مفعوله، لا تهتمي. آخ آخ، ولي يا بطي، ولي ولي يا بطي، ولي ولي. آخ يا بطي، والله لو شربانة سمو هيك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، طولي بالك يا كرومة وحاجة نطي، بخافة من القعدة والقومة، يزداد عليك الوجع وتعملي لنا شي فنطي. هلا أنت مستحي من عياطي؟ فعلا إنك رباطي. آخ يا ممتي، آخ حاسة معدتي صارت مثل المنفاخ. شو أعمل يا نور عيني؟ مشان الله رشديني، لأنه الحقيقة تربطت إيدي وحاسس بوجعك، ولي علي. ما بعرف، هذا شغلك مو شغلي، بس إن متت لا تجيب معدلي. ما في غير اني دق على الجيران، بركي بيساعدونا شوي، ما رح اتاخر حبيبتي، ديري بالك على حالك شوي. مين عم يدق منصاص الليالي؟ انا جاركم محسن خوخه. شو بدك عم تدق مثل المجانين؟ شو فكرنا ساكنين بساتين؟ افتحي مشان الله يا جارة، ولا تخليني عيط بالحارة، الأمر ضروري كثير. يلا يلا نازلة، طيرت النوم من عيوني، لا ومحال شي عم يحرقوني. مرحبا جارتنا رويدة. ولك يا عمي شو هيدا؟ حدا بيدق بهالوقت على الناس؟ والله إذا شافوك ليك مشوك الحراس. لا تأخذيني تقبريني، بس مرتي مكرم صايبتها نوبة أولنج والله أعلم. يا أما أكلة أكلة بوزة وفوقها بطيخة، ومشان هيك ما عم يهدى صريخة. لي على قامتي يا حق، ليكون دف فيها الطلق. لك أنا طلق يا ست رويدة، ليش مرتي حبلة بالأول؟ أصبح استنى شوي علي، لروح فهم جوزي شو حكايتي. حاكم إذا شافني طالعة على الهسي بنص الليل بيعمل لي فانتي ماله مثيل. لحظة بس لا تروح، مي حلوة اطلع من باب وفوت من باب مثل اللصوص. بس عجلي دخيلك، مكرم بالبيت لحالة عم تحوس وتلوص. تفضل جار، حاكم أكبر عار، الجار يطنش الجار، والجار جار لو جار، والحمار لو... ولك عجلي، هلأ وقت الحكم والأشعار؟ آخ آخ آخ، ما عاد أقدر أتحمل هاولي يا خلة، آخ يا بطني آخ آخ. ولي يا بطني ولي، ولي يا بطني ولي. ليش أمك عم تصرخ مجلوقة جدا؟ خليها تصرخ، مو بإيدها، بركي صراخ بفيدة. ايه بس الجيران نايمين مو حلوة صراخ، بعدين مو فهمانين شو يعني الاخ والاخ. اخ يا بطني اخ، اخ يا بطني اخ، اخ 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 اخ. مرحبا مكرم، يا ريته هالوش ما يعدم. اخ يا رويدة اخ، ما هدي بطني لا بالنعنع ولا بالصراخ. اصبح وينك محسن؟ من بكرة اذا بتحسن بتروح لعند العطار ابو مختار وبتقله بعتتني رويدة يلي اختها هويدة اللي اصلا من صيدا ويلي هلا ما اختلفنا، خلصيني وللنتيجة وصليني. وصف له حالة مرتك وبوصفاته ان شاء الله بالطيب، لا تشوف كسمه مهرتك، ابو مختار احسن من اكبر طبيب. طيب وهلا بتضل هيك لوش الصباح؟ اخ يا رويدة اخ، الوجع دابحني دبح اخ. هلا بغلي لها نعنع. اخ ما بدي نعنع يا رويدة، الشغلة مو شغلة نعنع، اوجاعي رح بزيدها وكتر النعنع ما بينفع. اصبح طلع لبرا يا محسن حتى ما سد لبطنه، معي دهن زيت النارنج جايبته من كفر بطنه. اخ يا رويدة تسطحي يا روحي تسطحي، وعلى هالتخت تلقحي، كشفي لي عن بطنك شوي وما في داعي تستحي. وضلت هالجارة تفرك وتمعك وتمعك وتفرك وما عطتني بهالزيت، وإذا حركت تترجاني ما أحرق وأنا وياها بالبيت. ومحسن قاعد على باب الغرفة مثل الكلب الأمين، والمسكين كل نتفة ونتفة يدق الباب وتقله الجارة مين؟ وإنتي لساتك مريضة، القريضة تقرضك قريضة. معلوم بدها تضل مريضة لأنه كيد النسوان فريضة. الحاصله تاني يوم راح محسن لعند العطار يلي اسمه أبو مختار، وهو مستعجب ومحتار من هالوجع يلي ماله دبار. صباح الخير ابو مختار. صباح الخيرات والليرات، نهارك مبارك بالصلاة على النبي. الله يبارك فيك. انا محسن
جارة لست رويدة يلي اختها هويدة ويلي اصله من صيدة يلي بيقولوا شو هيدا. اقولك شو بدك بهالعلاك؟ مو انت محسن خوخة؟ بلا انا. ليش هيك عم تلعبني بالدويخة؟ فكرتك ما بتعرفني. شلون ما بعرفك؟ اي والله لولا العيب والحياة لأصرفك. ولك مو انت بنفسك اجيتني السنة الماضية لألك درسك؟ ايه صحيح العتب على الذاكرة. المهم ابو مختار، مرتي بالبيت بطن عم يمغصى، يمكن معها اولنج ولا فادة لا نعنع ولا مليسة ولا دهن النارنج. والوجع خفيف ولا قوي؟ اصواتها طالعة يا لطيف وبالحارة عم تدوي دوي. عم قلك ما انا يمتنا مبارح وعم تنط وما عم تحط. تسلم لي ان شاء الله. شو فالح هي بدها لسان القط. شو هاد؟ هلأ راح أعطيك دواء مركب تركيبة إيدي وخليها تشرب منه وبعدها أشوف حالتها يا سيدي. وللمعلومة هذا دواء مثل السحر، بيشفي العليل والمرضان، ونص العطارين باخدهم أنا على البحر وكل واحد منهم بيرجع عطشان. ومن إيش هالدواء مؤلف؟ حاكم ما بقدر أعطي مرتي شو ما كان، لا وبخاف ما يناسبها وتضعف ويرجع الوجع أكتر مما كان. إيه؟ شو شايفني قدامك خرفان حتى ما اعرف دواء المعدة؟ قسما بالله بداوي المرضان بدون ما اشوفه وانا نايم على المخدة. من ايش مؤلف يعني؟ شو جاي تفحصني انت؟ على كل رح اطبق الوصفة قدامك. شوف يا سيدي، هذا اسمه ادن التيس. نعم. وهذا اسمه قطة الحمار، وهي دهن الخيار. نخلطهم مع بعضهم بيصيروا غير النجار، ومهمتهم يكيسوا وبر المصران تكييس ويليسوا جدران المعدة تلييس. هذا يا سيدي اسمه ادن الفيل ضد التوجع والعويل، وهالقضيب هاد يلي أفايي هذا القضيب اسمه حافر الجحش، ما في منه لنفخة الكرش. وهالشرش هاد اسمه مكنسة الزبال، منخلطه مع زهرة الأريضة بتلحس منه المريضة بتتعافى بالحال. يعني كم دواء بدك تعطيني؟ أنا رح أعمل لك ياهن دواء واحد ورح أدقهم مع بعضهم أحسن ما توهم المريضة من كثر الأدوية وترميهم بأرضهم. بس عجل عميل معروف، مرتي من وجعة بعيونها ما عم تشوف. أخي إذا بدك تعجلني ما بعود بعرف بشتغل. حاكم إذا خربطت بشي عيار غصبا عني حتما وقتها بدي انسأل. يا سيدي خود راحتك وأكثر من الراحة، حاكم أنت مركن كتير هيك اللاحة. يا ضاري بين الوداع هو الوداع الإيه، خصام حبيبي دلع ولا خصامه ليه؟ يا ضاري بين الوداع هو الوداع الإيه، خصام حبيبي دلع ولا خصامه إيه؟ اطمني يا كرومي، جبت لك الدواء يلي هو بتدهني منه على بطنك يا منظومة، بتطيب المعدة والمصران والكلوة، وهي أنينة شراب وهي صفوف، بلحظة بينتهي العذاب بعد ما تلفي بطنك بالصوف. حاسة نهايتي قربت يا محسن. شو هالحكي الفاضي يا مكرم؟ سلامة قلبك إن شاء الله. النهاية ما حدا فيها بيعلم غير يلي اسمه الله. وهلأ بدك تشربي من هالدواء كم معلقة، هذا الشراب مخلوط جديد وبعدها بتطيبي عن حقها وبتصيري مثل الحديد. الله يجعله ألف صحة يا أميرة الأميرات. أصبح رح أطلع أنا مشان تدهن لك بطنك بالزيتات. إن شاء الله يكون فيهن الفائدة، لأنه بصراحة خايفة يكون معي الزايدة. اسمعي يا رويدة شو عم تقول؟ أنت سمي بالرحمن والوجع رح يزول. محسن، يمكن دفعت حق الدواء غالي مو هيك؟ وأنت يا حرام ما معك معك. اللهم صبرك، الأمر أمرك، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. شو قصة هالوجع اللي ما كان يعيف هالمخلوقة يا رويدة؟ ما بتذكر اني شفت هالوجع على انسان ما عدا عمتي زبيدة، بس هديك من كتر ما توجعت اتحملت 5 أيام بعدين ودعت. أعوذ بالله، فال الله ولا فالك يا رجال، شو هالحكي من عند الصبح؟ ما فائت من نومة لسه؟
على قامتي، ليش نامت المسكينة طول الليل عم تكابر على نفسها؟ يا على قامتي كرر. يسعد صباحك يا بدر، ان شاء الله هلا طبت. ما في امل مني يا محسن، بالظاهر اني انعطبت. ارفع راسي ما عم بحسن، وصلي على العالم من يوم السبت. يا معدتي، الشكوى لغير الله مزله، دخيلكم ما عم بتحمل الوجع. محسن ارجعي لتختك يا حبيبتي، ارجعي. ليش عم تاخدي وتعطي معي؟ مليت من التخت بالغرفة وحبيت غير جو، وقلت بتسلى نتفق وبشوف شوية ضو. بس يمكن ما في خواص، هالدواء ما واتاني. ان شاء الله هات فرد الرصاص وعوصني انت التاني. لك شو هالحكي هاد؟ سلامة قلبك يا روحي. شايفة الدنيا بعيني سواد، وحاسة راح تطلع روحي. محسن تعال. يا بنتي يا حلوة، ولا قوة إلا بالله، منين اجت هالمصيبة؟ علمك علمك حبيبتي علمك. ارتاحي حبيبتي ارتاحي، يسلم لي هالوش التفاحي. غطيها من عندك غطيها. يلي مستغربتها يا محسن انه وش مرتك ما في صفار، يعني ما شاء الله عليها لون وشها رايق مثل اولاد صغار. وشو دخل وشها انت الثانية؟ معدتها هي المعلولة. قال ابو ما في صفار، ايش وش شايفتيها مسلولة؟ فعلا حاسس اني مربط، وبرأيي عم اتخبط. محسن تعال اقول لك شوي. شوف يا محسن، قال في طبيب باكستاني جنب حمام الايشاني، شاطر كتير بالحكمة وبيعرف وجع المريض لو دخل عليه بالعتبة، ومجرد ما يدس المفصل الشفاء بعد هالدسة رح يحصل، وكل أدويته أجنبية وما بيعترف بالأعشاب الطبية ولا بالوصفات الشعبية. ولك شلون بدي أخذ مكرم لعنده؟ المسكينة ما بتحسن تمشي. وليش تأخذها لعنده؟ خليه يجي لهون. وشو اسمه هالطبيب؟ الحكيم إقبال. يلا عجل روح جيبه بالحال، لأنه بعد بكرة رايح على الصومال. يا معدتي انا رايح اجيب لك الطبيب يا مكرم، يمكن يكون الشفاء على ايده والله اعلم. بس هذا اجرته غالي اذا اجى على البيت، وانت ما معك. ليش معك؟ مشان هيك رح اكبس على الوجع وقايمه روح معك. ما فيني امشي ولا خطوه، خايفه يزيد عذابي. مشان هيك روح جيب الطبيب لهون، بنوبك ثوابي. والله يعينك على هالقرشين اللي بدك تدفعهم. يا بطني ولا يهمك، انا حاضر وطلباتك عندي اوامر. رايح جيب لك الطبيب قبل ما يسافر. افتحي تمك تعشوف. ليش بدك تتناوق من تمي على معدتي؟ افتحي تمك بيترجاكي، هاي شغلتي. مدي لسانك، لا تنبزي تنبيز، هيك عم تلاوقيني. مديها على طول وطاوقيني. بس مو لساني اللي عم يوجعني. مدي لساني حتى يعرف شوفي بمعدتك ومسرانك. ليش لساني مراية حتى يعكس شوفي بمعدتي؟ مدي لسانك هلا. اسألي لأشوف. يعني إذا أنا سألت أنت بتشوف؟ هلا لا يجننيني، لا يجننيني، اسألي لأشوف وخلصيني. بكافي قولي يا 44. ليش؟ مشان اطيش. قولي يا 44. ليش انت جاي تعلمني الحساب؟ لك قولي يا 44 حتى يشوف صوت صدرك كشن ولا نائم، معك التهاب ولا لا. 55 55. لك يا حبيبتي يا حبيبتي لا تقول حبيبتي، هلا بيزعل جوزي. ولك يا عيني لا تدللني اذا بتحسن، هلا بيزعل منك محسن. حاضر حاضر، قولي 44 مثل ما هي، هيك علموني بالكلية. 44 44 44 44. ماشي هال ماشي هال. اميني شهيق شهيق. ما بدي يقولي شهيق، اميني شهيق. انحكي، ايش حكي يعني؟ مثل ما بدك.
ولك يا بني آدمة خدي نفس نفس، ما بيعرفي يا خدي نفس انتي؟ هيك قلي من الأول. اعملي الزفير لا ينفخي تنفيخ كأنك عم ينفخي تحت طنجرة طبيخ، بالمختصر يعني طلقي نفس طلقي. هيك قول من الأول. هيلو كتير هيلو كتير، أعطيني إيدك. استغفر الله عيب. لك أعطيني إيدك حتى يدسها مو حتى يبوسها. حاضر. ريهتك كوسة، شو تقشيتي مباري؟ قال تعشى وتمشى، ظاهر أنا ما تمشيت. ما عم يقلك إذا كنتي تمشيتي، أنا بيقلك شو تقشيتي. نركض بنركض والعشا خبز. لا حول ولا قوة. أنا شو تغديتا يوميتا؟ قال تغدى وتمدى، ظاهر أنا ما تمديت. ولك يا مخلوقة أنا ما بيسألك إذا كنتي يمديتي، بيسألك إذا كنتي غديتي. قال تغدى فول وزيت وعارك الحيط. شو أنتي ممثلة ولا أخدي مرضك أنجلي؟ أنت الطبيب ولازم تعرف. إن شاء الله شغلتك بسيطة وما في دقي للزيطة والزنبليطة. شو مرضي دكتور؟ ما بيعرف، ما بيعرف. أنا يبدو لي إنك أبيطة. ليش هذا المرض بوجع المعدة يا طبيب؟ آخ يا معدتي آخ، كأنه حدا عم ينفخها بالمنفاخ. بصراحة وبصراحة الصراحة أنا مهتار بهالتك. مين هالمخلوقة يلي قدامي؟ خالتك؟ لا، جارتي وبنت حارتي. طيب اتفضلي بقى يا هربة، حتى حاكيكي كلمتين بالإتمة مشان ما يسمع، باعتبارك جارتها. وبصراحة الطب مهتار قدام حالتها. يعني شو ممكن يكون معها؟ لأنه وجع المعدة من يومين ساطحها. ما بيعرف. أنا أقول بيعرف يكون كذاب، ما بيعرف. مجهوداتي معها طلعت خايبة، وبيجوز ينام ويفيق يلاقي حالة طيبة. طيب تفضل. تفضلي. يعني ما بدك تعطيها دواء؟ امبلا، هاي حبتين تنتين، بياخد وحدة الصبح ووحدة المساء، وقلي جوزها لا يقرب عليها شي يومين وما في داقي يدهوش فيها ويلمسها. شو وينه جوزها؟ مو انت قلت له يضل بالأوضة وما يحضر فحص النسوان؟ امبلا، هيك عادتنا بباكستان، بس بدي اياه يعاسبني يعطيني السقر يلي بيناسبني. لا تخاف، عطاني مصاري قديش بدك. مثل ما يريدي، هاتي لشوف 40 مجيدي لايدي. ولي 40 مجيدي؟ اي لك، انا دارس بكلية باكستان، صارف على حالي ومهترف، مالي متخرج من بستان والكل بشهادتي بيعترف. احكي لك قصة حياتي؟ لا دخيلك، لا ترويها. الله يعطيك العافية الهي، وادعي ربك يشفيها. ربي يشفيها آمين، وثبت علينا الأكل والدين. طمنيني قديش أخذ؟ قل هو الله أحد. شو طلع معها؟ قولي يا معدتي، قولي قولي يا معدتي، رجع الوجع ألعن من أول وأوى. عدي عدي. أمنت بالله على هالحالة، ولكن صحيني شو أعمل يا رويدة؟ ما في غير إنك تاخدها عند الشيخ أم سعيد المكبسة، يعني بجوز يكون شي شيطان راكبها أو جنية متلبسة. شو عم تحكي؟ جنية متلبسة؟ إيه، لأنه معدتها محجرة كتير ومتيبسة. حبيبتي ردي علي، بإيش حاسة؟ روح عني، إذا رجال غريب عني، فهمت شو بدك مني؟ أنا مخلوقة موجوعة وأنت مو سائل عني. واحد غيرك كان أخذني لباريز وصرف علي ذهب بريز. آخ آخ يا راسي، انتقل الوجع لراسي يا عالم. فظاع
الله عاش عفريتي، وشلون هيك ما اجتك الضحكة؟ لك ما بتقدر تضحك وتغلط لأنه براسة في مخطط. ومن هون لهون ولما شاف وجعي بلش يزيد أخذني لعند الشيخة المكبسة أم سعيد، ولأنها غالية أخذت منه يلي بتريد. سمعتك وما في داعي للشرح، لأنه صاحب البلية برش على القصة بهار وملح. سطح يا أختي على الفرشة لما أجيب العدة من الورشة. أنا عدة؟ وأنا ورشة؟ مرتك في بعقلة هرشة وبالمعدة عندها أوجاع، وصحتها الآن على نكشة، وإبليس المجرم طماع. وشو دخل إبليس؟ قال شو دخل إبليس؟ قال إبليس بيحتل الجسد شوي شوي وبالتدريج، لكن باسم الواحد الأحد رح أهبش جسمه تهبيج. جسم مين بدك تهبجي؟ يو جسم إبليس يلي ساكن جسدك. هلأ فوت راسك بهالكيس وبعمل حالي عم بجلدك. يعني هي ما رح تنجلد وما رح تصيبها طرطوشة؟ هلأ لا ترتعب ولا ترتعد ولا تعمل لي طوشة ولوشة، ويكون بعلمك أنا ما بحب اللي بينتقل، بقى أقوم وقف جنب البرطوشة. ليش بدك تتحشي راسي بالكيس؟ معلوم لحتى إبليس بجسمك ما يشوف العصاية، لأنه إبليس لعلمك أكره عليه التربية. إنه عصاية؟ أنا عندي كم قضيب رمان ملجرتهم لهالشغلة، ولما بيشوفهم هالشيطان بيعرف إنه بده يأكل أكله. بس عم تقولي الشيطان الرجيم متغلغل فيها، يعني رح تأكل كم قضيب ويمكن تروح فيها. شو هالحكي؟ ايه بعت لك الهنا الهي بجاه الحبيب، انا بس اضربها بالقضيب. لكن شو رح تعملي؟ رح لوح فيه بالهواء فوق جسمك تلويح، بفكر هو اني رح اسلخ جلده بيقوم بيصيح، وبعد كم تلويحه بيهرب من جسمك وبيملص، وهو بيطلع من هون والوجع يلي عندك بيخلص. ما بصير بلا الكيس. هيك اصول التكبيس، لازم كيس لك راسك تكيس. هاتي راسك لشوف. إن شاء الله لا تضربين، اعملي معروف. ولي على بختك، اعتبريني مثل اختك. إن شاء الله يا رويدة، شو هاد اللي مسكته بإيدها؟ اطلع اطلع يا ابليس الكلب اطلع، وواجه ام سعيد ان كنك شجاع. اطلع يا ملعون الوالدين، خيب الله قصدك، اطلع قبل ما ألعن ابوك على جدك. شو بك ام سعيد؟ طلع طلع والحمد لله، طلع مثل المزلول. يخرب بيته شو قرد، كان ناوي يسكن على طول. يعني هلا ما عاد تتوجع؟ يمولي هالكيس من وشي. شلون حاسه هلا؟ في وجع شي؟ ما بعرف، يمكن خف شويه. الحمد لله على السلامه يا مكرم. خذها يا محسن، الله يخليها لشبابها، وباجيبها اذا شي وجع صار. الله لا يقدر. شو امرتي ام سعيد؟ 100 مجديه اذا بتريد. 100 مجيدية؟ إنه سنتين تسعيدي هي هي. تفضلي. وبترجاكي لا تزعلي لأنه عزبناكي. الحقيقة ما كنا منعرف شو بدنا نعمل لولاكي. الله معكم، مع السلامة. شو طلع معها ابو زهدي؟ مع الزايده، لازم انقل على المستشفى فورا. يعني بدها عمليه؟ على الحارق، والا بتخسر المخلوقه. لتكون مخربط ابو زهدي. شلون بدي خربط يعني؟ لك اذا صار لي حلاق وطبيب ومطهر وحجام اكثر من 40 سنه، بيجي شرواك بالخير بيقول لي عم تخربط؟ شايفني ولا صغير قدامك؟ لك انا اذا مو مقلعني مقلعني اكثر من 20,000 درس بحياتي، واذا مو مطهرني مطهرني اكثر من 10,000 حمامه وفرفوره، واذا مو مكبسلي مكبسلي اكثر. اخي امنا وصدقنا، شو حسابك اذا بتريد؟ 90 مجيديه حبيبي. على عيني وراسي. تفضل اخي، شرف، يعطيك العافيه. الله يعافي قلبك، سلام عليكم. مع السلامه يا اخي. يا جسمي، يا راسي، يا بطني. لك سامعه يا رويدة؟ قال معها الزايدة. قال معناتها لازم ننقلها على المستشفى فورا، بركي انفجرت معها الزايدة على الغفلة. لك شو تنفجر انت التانية؟ شو تنفجر؟ روحي غيري اوعيكي حتى تساعديني فيها، وعلى بين ما خليها تلبس اوعية. يلا رايحة اوام فورا بسرعة، خفيها. لا تاخذني تقبرني، عم عزبك معي. كله بيهون بس انت ما تتوجعي. يعني انت بتحبني؟ لك هالشغلة بدها سؤال
قومي 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 غيري اوعيكي مشان اخذك مشوار ضروري. مالك بالعادة؟ أنا مشوار هاد؟ بصراحة مثل ما قال أبو زهدي على المستشفى. وليش المستشفى بقى كفالة الشر؟ لأنه بدك عملية، أنت معك الزايدة ولازم يفتحوا بطنك حتى يتأكدوا. أنا مع الزايدة؟ لك هلأ قومي بدون ما تنفجر على الغفلة. طيب بس قبل ما أقوم بدي أسألك. لك تفضلي بس عجلي مشان الله عجلي. قديش صرت دافع مصاري على صحتي؟ 300 مجيدي. لكن حاجتك لهون بكفي. شلون يعني؟ شو حاجتي لهو؟ لأنه ليكني أنا ها قدامك مثل الحصان ما فيني شي. شو الحكي؟ يعني طبتي؟ مو مسألة طبت، بالأصل ما كان فيني شي. شو أصل وفصل؟ صدقيني ما بفهم عليك شي. يعني أنا ما كان بطني عم يوجعني ولا بعمري عرفت شو هو وجع البطن، بس أنا عملت فيك هيك لحتى تبطل يكون معك مصاري وما تعطيني. يعني أنت هلأ مثل ما ولك شحاطة استكترت علي يا بخيل شحاطة. صدقيني أنا لما أنت الله مأنعم عليك وعندك مصاري ما بتاكل النيران، بقى إذا ما تنعمنا فيها نحنا مين بدأ يتنعم فيها لكان؟ العمى أنا كنت سهران عليك ومهدود الحيل وما عم نام الليل وأنت ما فيك البلا مثل قرود الفلا. فعلا ثبت لي إنك بتحبني، لكن عاشق وبخيل ما بيركبوا صدقني. اللهم صل على الرسول الكريم، فعلا إن كيدكن عظيم. وهلا ما بعرف شو يعني وهلا؟ يعني بدي سوارة ذهب وخاتم سوليتير ومبرومتين وشحاطة. بس صدقيني يا مكرم ما معي فراطة. آخ يا بطيان. لا 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 ولا يهمك ولا يهمك، كل شي رح يحضر. ولك ريته يسلم لي هالطول وما أعدم هالمنظر. السلام عليكم ابو زكي. وعليكم السلام، اهلين وسهلين. نهارك مبارك بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم عليه. كيفك ابو زكي وكيف السوق ماشي معك بهالايام؟ ماشي الحال الحمد لله، السوق لقوي تشد ايدك. اي سيدي الله كريم. ايه روح الله يرزقنا ويرزقك. ايه ابو زكي اللي بدي منك الخدمه وبتمنى تلبي لي اياها. امرني على عيني وراسي والله. بدي منك تفصل لي هيكل خشبي على شكل انسان، وبالحقيقه هذا هو طلبي، وبدفع لك شو ما كان. لا تأخذني أخي، ما فهمت عليك، شو بدك مني فصل لك؟ هيكل من خشب على شكل إنسان، قاعد على كرسي أو على سحارة أو على طراحة ما بتفرق. وشو الهدف سيد راتب؟ لأنه الطلب بيقرق. أخي أنا عادة بنشر البرغل والقمح على الأسطوح حتى ينشفوا، بس الحمام والعصافير ما عم يخلولي ولا حبة، وكل شي شافوه قدامهم لهفوه، يعني مونتي كلها عم تروح على الطير، فظاعة شلون بيحلالهم ما للغير. لا فهمت عليك، يعني جنابك بدك فزاعة طيور. يعني في شي من هاد، بس وينك أبو زكي؟ ما بدي تساوي للهيكل ملامح وش، يعني لا ترسم له لا أنف ولا تم ولا رمش، وأنا ببقى بلبسه على كيفي. يساوي الفزاعة على إيدك، الشغلة ما بدها خبرة نجار. أنا بفيدك لوحين خشب ودق لهم كم بسمار. لك أخي العرباية ما بيسوقها مين ما كان، لازم يسوقها عربجي، لأنه مو كل مين شحر وشه بينقل له صوب يجي. بسيطة سيد راتب، إذا هي هي القصة. طلبك مقضي إن شاء الله، ورح أسلمك الفزاعة بأقرب فرصة إذا الله رد. كله على التيسير أبو زكي. إيه سيدي بستأذن. شو تستأذن عود؟ عود معي يلا نشرب لنا كاسة شاي قبل ما يقدم. هالمرة عفيني، مرة تانية إن شاء الله، مستعجل وعندي شغل. السلام عليكم. مع السلامة مهونة. رح انزل بكرة على السوق انا وبنتي تمينة، حاكم بدها صندوق لجهازها من مدينة، لانه معلومك بعد بكرة الدخلة ولازمها كوم تغراض. خش هي عندها اواعي مالهم علي، بس كلهم صاروا اعراض عليها لانه الضربانة نحفت على الخطبة، وبعد ما كانت سمنانة صارت لك نحيفة مثل اللعبة. انا يا مرت عمي ما بفهم شغلات الجهاز، ولو كانت بصحتها امي كانت نفعتكم، بس المسكينة على العكاز.
صحيح ما سألتك، أمك رح تسكن عندك؟ إيه طبعاً، أمي رح تسكن عندي، لأنه هي أصلاً مريضة ومتعودة تاخذ الدواء من إيدي. ولها أوضة خصوصي؟ إيه نعم، مخصص لها أوضة بالعلية، فيها مطبخ وحمام ونولية، وروح قلبها تقعد جنب الشباك وعلى تسبيح من على بكرة العشية. شوفوا المسكينة، ما لها سئلة بنوب، وما بتحب الطلعة والفوتة، وما بتقدر تحضر عرس ولا موتة، ولو كانت بتحضر عراس كان الأولى تقعد معكم مثل الناس. بس هي بالدنيا زاهدة وعلى صلاة وعبادة طول ما لا قاعدة. روحي يا أمي، إلهي ينفعني من رضاكي، لأني ما بسوى بذرة زيتون لولاكي. يا حرام، طيب ما بتمل من قعدة الشباك؟ قصدي يعني ما بتنزل تتفتل بأرض الديار ولا يوم؟ يا تمينة، أمي شايفة الدنيا علاك وروح قلبها العبادة والصوم والصلاة، وهالشي صار فيها بعد ما توفى الوالد، وصار شعارة من يومها ما في شي بهالدنيا خالد. وشو بتقلي المسكينة؟ ما بدي شي منك يا ابني، خليني عيش بسكينة وانت ومرتك بعدوا عني. يعني باختصار بهالكم يوم ما رح تشوفيها، وما رح يشوفها انسان، لانه ماسكة ختمة بايدها وبدها توفيها قبل ما يجي رمضان. روحي يا امي، الهي يعطيكي حسب نيتك ولا يحرمني من الرضا شيتك، ويدخلني الجنة بمعيتك. قولوا امين. امين. صباحية مباركة يا عروس، شايفك عم تشطفي، ما حلك لسه. اي والله ما فيني حيل احمل دبوس، والله يسامح يلي حارمتني انسى. يا الله. لوين طالع؟ رايح لعند امي اعطيها دواها، وبوس ايدها مثل العادة واطلب رضاها. مو قلت لي كل شي جاهز عندها، ليش ما بتاخد دواها لحالها؟ هي بتاخده لو بدها، بس ما بدي تغضب علي وتحمل وبالها. قال بعد الام احفير وطم يا مقصر، والله لا اشرب مية رجليها، هيك عم فكر. انه ما بتتعب مرت عمي من هالقعدة؟ ما بينكسر ظهرها؟ بجوز ساندته بالمخدة، هي هيك طول عمرها. طيب خليها تنزل لعنا شوي وتتساهل، ولا نحنا مو من قيمتها؟ يعني مو حلوة صباحية دخلتنا تتجاهل، والأم بتفرح لابنها ولي على كسرتها. اي بس لا تنسي انه هي عاجزة وما بتقدر تتحرك كتير، يعني إذا بتعطش بتقول والله مالي فازة، وشو ما يصير يصير. ايه الله يعافي لك ياها ويشفيها، ولا يؤذينا ولا يؤذيها. تميني يا تميني. اهلين وسهلين ابن عمي، وين كنت لهلا؟ طولت. الله يعطيك العافيه. الله يعافيكي، كنت بالمدينه. جبت لي معك الكنافه؟ ايه طبعا جبتها، انت طلباتك اوامر، تفضلي. راتب؟ ها؟ شو هذا اللي حامله بايدك الثانيه؟ هدول راس بعجوه. يسلموا ايديك، مع اني ما بحب العجوه. هدول مو لي، لامي. قولي الكنافه لقيتها اوام، بس العجوه ما لقيت بنوب، وضليت افتل ساعتين بعز الشوب هيك حتى لقيتها. عفوا حبيبتي، يعني الكنافه تتاكل اذا بردت، بس العجوه اذا بردت بتيبس. للحق وصلن لامي قبل ما يبردوا. مرحبا يا مو. جبت لك قراص بعجوه يا مو. تفضلي، ان شاء الله مجاري الهنا. كمان وحده يا مو، كمان وحده. طيبة كتير. صحة وهنا حبيبتي. شو؟
وين حماتي؟ عطيت الدواء تبع قبل الاكل وعم تتوضا. شلون قضيتي نهاري؟ سكوت يا راتي، اليوم طلعت دقيت الباب على مرت عمي وفتحت لي. فتحت لي؟ ايه فتحت لي. بس امي نادره ندر ما تفتح لحدا غيري. فتحت لي واهلت وسهلت فيني وحبتني كثير. اما شو هالامي اللي عندك؟ بتسوى تقلى، طيوبه ودرويشه وقلبها من الله. ايه فعلا هيك امي، قلبها لله. بس بتعرفي كنت خايف ما تفتح ليك. لا يو فتحت لي. الله يسمعنا الاخبار الطيبه. معقول؟ معقول الحكي؟ مثل ما عم قلك. المهم وحتى ما كتر الشرح والتفصيل بالموضوع، مضى على هالحالة أسبوع ودائما كنت الابن الأصيل وعم قوم بواجب أمي المريضة المفترضة. بس لما وصلت لهالمواصيل أخذت مرتي دور المعترضة. إن شاء الله صحة يا مو، إن شاء الله صحة. هلا هيك بدك تضل طالع نازل لعند امك مثل مكوك الحايك؟ لسه هلا جيت من برا ما حلك تنط لفوق. شو عم اعمل يعني؟ عم اعطيها الدواء مثل العاده. بعدين يا تمينه الام الها غضب ورضا ولازم تتدلى. ها يعني المره ما الها غضب ورضا؟ ما سمعت بهالشيء. يمكن الزوج يكون له رضا وغضب على مرته، بس العكس ما بعتقد اني سمعت بهالشيء لحد هالتاريخ. ليش خير؟ شو اللي زعجك مني؟ يلي زعلتني منك قعداتك الطويلة مع أمك وهمالك إلي. أنا قعداتي طويلة مع أمي؟ لك أنا يا دوب عم أقعد معها خمس دقايق بالنهار. بقى هدول اللي زعجوكي واعتبرتيني عم أهملك فيهم؟ إيه نعم، هدول اللي زعجوني. وليش بقى؟ لأني بدي أقعد راسي لراسك وبس. يا ستي يسلم راسك. لسا كل ما بنقعد لحالنا بتتناول الخانم وبتعمل لي حالة شاردة بملكوت الله وعم تسبح. هص يا تمينة، لك مو مزبوطة هلا بتسمعك. يا سيدي وتسمعني، شو صار يعني؟ خربت الدنيا؟ أنا بعمري ما شفت رجال بيخاف من أمه قدم منك. مو مسألة خوف، بس أنا بحسب الحساب. اروح بقى يا بلا حساب بلا بطيخ، قال حساب قال. بعدين تعال قلي، أمي ما لها سئلة وما عم تتدخل بحياتنا. أنت مين قال لك إنه ما عم تتدخل بحياتنا؟ ليش أنت بتكون معنا بنهار؟ ليش عم تتدخل؟ طبعاً، ما كل يوم بتعمل لي فنطي شكل. وانا ما عم حب احكي من اكابريتي ومنشان ما ازعجك، لكن ليش انا منرفزه؟ وشو عملت بقى؟ شو عملت؟ عملت العمايل. تفضلي انزلي يا خانم، انزلي وقولي له شو عم تعملي فيني كل يوم، وحاجه بقى تعملي حالك تقيه ودينه. لا واللي بجننك اكثر انه بتعمل حالها ما لها سمعانه، قاعده فوق عم تطلع بمنتهى الاحتقار والازدراء، انه شو هالامم يلي تحت ومنين طلعت لي هالبلعوصه؟ يا تمينة يا تمينة اهدي وفهميني شو عملت لك حتى اعرف اتصرف. شو عملت لي؟ فتحت الشباك الخانم وبلشت تعطيني اوامر على ليش ما شطفتي وليش ما كنستي وليش ما سقيتي الزريعه وليش تاخرتي بالنومه وليش بعتي لابني بلا فطور، مع انه هذا اليوم الوحيد اللي انا ببعتك فيه بلا فطور. بقى شو دخل فيني هي؟ شو دخلها؟ ايه وشو قلتي لها انت؟ شو بدي الا يعني أنا بنت أكابر وأذني نظيفة ولساني حلو وما بعرف أحكي كلام كبير. قلت لها الله يسامحك يا مرت عمي. قالت لي عم تدبب إن شاء الله وعم تردي بوشي كمان، وسبتني وسبت أهلي وسبت أمي. شو بدي أحكي لك لحتى أحكي لها؟ قال شو أنت خطفتي لي ابني من حضني؟ قلت لها أنا ما خطفت حدا، ابني كمان خطفني من حضن أمي. وهي سمعت لك هالكلمة وما شفت لك إياها إلا سناولت حجر وضربتني فيه على راسي، ولولا لطف الله كنت رحت فيها. أنا هيك كنت رحت فيها. ضربتك بالحجر؟ ومنلا الحجر بنص الأوضة؟ منيح اللي ما ضربتك بالمقلاع. هلا لا تتمسخر أنت الثاني. طيب أنا مالي قعدت لك بهالبيت ولا لحظة بعد هلا، ولا شوف يا أنا يا هي بهالبيت، وشوف أنت الحل اللي بيريحك. أنا مالي فاضي كل شوي والثانية للأخذ والعطا ودبلان القلب. وهي الحجر رح أخذه معي حتى يشوفوا أهلي كيف أمك الحنونة بدها تخلص مني. عم قلك يا أمي المخلوقة مشرانية كتير، والله والله لو كان في عندها بير كانت دفشتني على البير. لا وفوق كل هالشي شلفتني بالحجر. تقولوا أنا عايشة مع زطية من الغجر؟
يعني لو كان الحجر بيحكي من تمه كان نطق، وإذا متت وسألتوها لأمه بتقول قتلتها بالخطأ. طولي بالك يا تمينة، كل شيء له حل. أنا ما بحب شوفك حزينة، يبعت لحمة وداء السل. العمى على القصة، يعني ما بتعرف إنك عروس وشهر العسل ما صار له جمعة؟ إيه والله الحية بسبع روس، لأنكن عرسان بتخبي روسها السبعة. إيه قسماً بالله العظيم، لو كان معي موس لكنت قتلتلك هالأفعى. لا تزبدنك أبو تمينة، روّى أنا بقى أنت التاني. إيه بس بنتي هالمسكينة مهمومة وعم تعاني. صباح الخير مرت عمي. ريتك تاكل همي. ليش هيك عم تحكي معي؟ إن شلون بتسمح يشتغل الصريخ ببيتك وامك تهين بنتي وتضربها؟ ايه ما بقى الا تشويها على السيخ وتلطها بشريط الكهرباء. ارجوكي مرت عمي لا تضوجي وطولي بالك علي شوي ولا تتاخدي بالعي. فوت فوت يلا يلا. السلام عليكم. قبل السلام والكلام، ليش مفلت امك على بنتي؟ اه شوف حالة المسكينه يا حرام، بهالاسبوع صارت اكبر من ستي. ولا يهمك يا عمي، ان شاء الله كل شيء بيتصلح. والحقيقه انا جاي اعتذر عن امي، والعائل هو اللي بيسامح وبيصفح وبترجاكم. مهما كبرت القصه خلوا للصلح مطرح. هلا جاي تلحس عنا بكلمتين؟ اذا بتريد يا راتب خليني عم بحترمك. ها شوف وش البنت شلون صار على الاصبعتين، وكله من ظلم امك. من ظلم امي؟ اي طبعا، لانه البنت عم يجع راسها من الصريخ والنقار، بس ما تصورت انه يوصل الامر مع امك للضرب بالحجار. لا وقال شو؟ راتب افندي بيشتغل قاضي. طيب شو كنت بتعمل لو كنت عواضي؟ والله ما بعرف، مو شغلتي. طيب انا رح اقول لك شو رح اعمل. شو رح تعمل؟ القاضي عاده بيسمع الطرفين، مزبوط؟ مزبوط. وبياخد بالاعتبار شكوى الخصمين، صحيح؟ صحيح. وبنتكن جانب وامي جانب. ايه وشو المعنى؟ يعني كمان لازم نسمع امراتي. بقى تفضلوا معي اذا بتريدوا. لوين بدنا نتفضل؟ لعند امي. يو بدك يعني روح لعند الخصم؟ ان شاء الله ما يبلى هالفهم. هلا انت ما بدك تريحي بالك من هالقصة وتخلصي من هالجرصة؟ طبعا. طيب خلونا نستغل الفرصة ونروح نشوف الحق على مين. وأنا ما عندي مالي، وخلينا نشوف عن حالة كيف بدها تدافع. شرف. تفضلوا معي لفوق. ليش لحتى نحن نطلع لفوق؟ خليها هي تنزل. مو مشكلة أم تمينة، نحن بنطلع. شو هالشغلة؟ يلا تفضلوا تفضلوا. تفضلوا. مساء الخير امي. ليك المنظومة، ليك حتى على ابنها ما عم ترد. معلوم ما بترد لانه امي ما بتحب الصد والرد. ردي امي. امي شو بنا احكي لك؟ ليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لك ليش هيك عم تنعرها وتضربها؟ لك الظاهر ناوي تكسب غضبها. ليش التمثال له رضا وغضب؟ كلهم كان بسمار مدقوقين على لوح خشب. تفضلوا شوفوا، هاي حمات بنتكم المصونة، شوفوا بعينكم. من شان الله ابن عمي لا تاخذني، روح جيب امك لحتى على راسي. كل اللي صار غصب عني، واذا كنت انا ظالمة لا تكون انت قاسي. حلو كثير حلو. تفضلوا معي. شرف. تفضلي امي. السلام عليكم يا جماعة. مرت عمي عنا؟ أهلين وسهلا.
أهلين مرت عمي، لكريتك تسلمي لقلبي، حكالي راتب عنك كتير ومالي مصدق أنت أشوفك. يعني أهلين وسهلين ومرحبتين، الصدر إليك والعتبة إلي، أنت على الراس والعين، وشو ما بدك قولي لي إلي، واعتبريني من هلأ مثل بنتك وأمريني أمر ولا تخجلي، وأنا بإذن الله معهدك أني يكون معدلة، وإذا لقيتيني خنتك انزلي فيني بهدلة. الحمد لله، طيبين كتير هالزعترات، شايفة حلب شو مفضلة علينا؟ وشلون شفت لي هالسلطات؟ ما في منهم، اللهم عافينا. طيب ليش ما عم تاكلي انت؟ مالي نفس، صب لك كاسة شاي؟ المنيحة ما بدها سؤال، حكم بعد شوي بدي اقول لك باي باي. ليش وين بدك تروح يا رجال؟ على القهوة مثل العادة. يعني بدك تتركني لحالي؟ لك يا ستي هي ليلة من الليالي. هلا كل يوم بدك تعمل لي نفس القصة؟ طيب انت شو مضايقك بالموضوع؟ عم بتسلى مع الشباب. شوف حاتم، هي شغلة القهوة ما عاد اتحمل ابنه، يا حبيبي هو قاعد بالربع وانا قاعدة بعز الشوب. طيب روقي هلا وخلينا نعرف. مثل ما عم اقول لك هي الحالة ما عاد اتحملها ابدا، عال والله كل يوم بيتعشى بكير وبوشه على القهوة، وبيجيني اخر الليل وعلى شخير وعلى بكره بفق لي ضحوة. كمان ما فهمت. يعني شو اللي عم يزعجك، انفقت ولا نمت؟ بعدين ليش لحتى تعصبي؟ ما في شيء محرز. عم عصب لانك اناني وما بيهمك غير حالك، لو كان تبعك انساني كان خطر وضعي ببالك. ليش شو بوضعك؟ هاتي سمعينا لنشوف. لك انت مالك ملاحظ اني انا مدفونه بالحياه دفن، يعني لا روح ولا جاي وحاطه الحزن بالجرم. طيب ليش ما تروحي؟ مين ماسكك؟ رفقاتك كتار وجاراتك اكتر، والله اللي بيسمعك بيقول عني هالكك وعامل عليك عنتر. رفقاتي لا رح ياخذوني لا على الربوه ولا على الشادروان، لا في مشاوير بشتهيها شهوه وما بيروحوا للنسوان، بقى شو بعمل بحالي؟ بقعد على ضفه النهر وانت بعيد من قبالي ناوي تطققني يا هار؟ هلا لا بدي طققك ولا تطققيني، بس النسوان خلقوا للبيت، بقى الله يرضى عليكي لا تنرفزيني. يعني بدك تروح ما في خواص. شو بتريديني اعمل لكان؟ اي والله القعده معك بتجيب الجنان. طيب قوم فتلني بجنينه وخليني شم الهوا، واحسن مالي قاعده حزينه منغير جو سوا. ما بقدر اليوم، وعدت الجماعه اني اجي اكيد، وحمدي هالمنظوم بس يسمع اني جاي بيجي ركيد، مو حلوه اتاخر، خليها لغير يوم. اي بس انت كل يوم بتاجلها وهي مو اول مره. ولا يهمك، هالمره رح اسجلها وما رح انساها بكره. يلا خاطرك بتريدي شيء؟ لا تنتظريني، بجوز اتاخرها. جيبي لي صدرية والطربوش. تكرم عينك. تكرم عينك. بدك شي؟ لا أيوه سلامتك ما بدي شي. خاطرك حياة. الله معك. خاطرك حياة. إيه ريتها تضرب هالحياة. بس بسيطة يا حاتم. إيه ما بكون حياة بنت نفيسة إذا ما عملتك هالليلة بإيدي مثل الخاتم. اسمر ابو شو عم تعملي هون بانصاف الليالي؟ شو عم بعمل يعني؟ عم بنتظرك. شلون عم تنتظريني؟ عم تنتظريني بنص الليل قدام باب سقا؟ ايه شو بساوي لك مضطره؟ ما فهمت، عربيني يا شلون مضطره بقى؟ هذا يا سيدي بعد ما رحت انت لبست ملايت وحملت حالي ورحت لعند جارتنا منيره، حتى شق عليها مشقه صغيره، ولما رجعت بدي طالع المفتاح من الجزدان ما لقيته، والظاهر اني جوات البيت نسيته، مشان هيك اضطريت وقف استناك هون لحتى تجي وتفتح لي الباب. الله يصلحك على هالنسوة يا حياة، حدا بينسى مفتاح بيته؟ هذا اللي صار. شو بعمل يعني؟ الانسان عرضه لانه ينسى. ايه بعدي لي هيك لقلك، بعدي هيك. شبك حاتم؟ طالع المفتاح وخلصني، تعبت رجلي من الوقفة. صدقني واقفة غصب عني ومالي مصدقة امتى اتسطح نتفه. لكن صلي على النبي، انت الثانية ما عم لاقي مفتاح. يو شو هالحكي معقولة؟ لك والله ما عم لاقي مفتاح، وينه؟ ايه ليكون واقع منك بالقهوة. لك أنا قهوة أنت تاني؟ طول عمري بقعد بالقهوة ما ضيعت شي. ها ها، معناتها نسيانه جوات البيت، إيه ما في غير هيك؟ هيك بده يكون. الله يصلحك على هالنسوة يا حاتم، حدا بينسى مفتاح بيته؟ هذا اللي صار، الإنسان عرضه إنه ينسى. إيه وش بدنا نعمل هلا؟ شلون بدنا نفوت على البيت؟ لك شو بيعرفني؟ عجزتيني يعني، ما في غير نخلع الباب. وبتقدر؟ بدي أحاول، ها. العمى انخلع كتفي وما كان ينفتح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أفا مالي تعبانة نعست، حاول كمان. ها ما عم ينفتح، تقولي باب ألعمه هيك، بس كأنه ملاحظ إنه مقفول بالمفتاح. لا أيوه شو مقفول؟ يعني مين بده يقفله؟ أنا لما طلعت طبقته طبق. أما خيلي شو بدنا نسوي هلا؟ ما بعرف والله يا حاتم، إشي بيحط العقل بالكف، يعني معقول ننام بسقاق؟ لا شو ننام بسقاق أنت تانية؟ لك وين بدنا ننام؟ هلأ مندق على الجيران أو يعني؟ يا حبيبي عليك، بدك يانا ننام عند الجيران؟ ايه أصلاً بيكونوا نايمين. ايش بدنا نساوي لكان؟ أصبح منروح لعند أهلك ومننام عندهم. ايش نسيت إنه أهلي مسافرين بحمص؟
لا حول ولا قوة إلا بالله على هالعلقة. لقوا بيت أهلك زايرين عندهم أختك وصهرك وولادهم. هذا اللي كنت عم فكر فيه، لقيتها مو مناسبة. العمى وين بدنا كان؟ ما في قدامنا غير ننام بالأوتيل، ومعي دفتر العيلة بشنتايتي. بالأوتيل؟ آه بالأوتيل، شو فيها يعني؟ خلينا نتذكر شهر عسلنا. شرفي لنتذكر. شايف ما احلاها الغرفه؟ حلوه. حياه يا روح حياه. شو بدك تتعشي يا سيدي؟ جاي على بالي فرانيج مطفايه بالحمض والثوم، وبدي سمك مشوي مع الطرطور، وبدي سلطه ومتبل، والمحلي قطايف عصافيري. على عيني. يلا روح انت وصلني على العشاء قبل ما احضر حالي. يلا. انتظريني شوي، رايح جيب الحداد واجي. وليش لا تروح تجيب الحداد؟ مشان شو يعني؟ مشان يفتح الباب. لا تروح ولا تعذب حالك، انا بفتحه. لك شلون بدك تفتحيه؟ اذا انا الرجال عجزت وانخلعت كتافي وما فتح. الشغله مو بالقوه يا حاتم، لكن ليش اخترعوا المفتاح؟ انا مفتاح. مفتاح بيتنا. لك ما دام معك المفتاح، ليش خليتينا ننام بالاوتيل ونحط مصاري؟ مشان تحس على حالك وتاخذني مشاوير وترجع على بيتك من القهوه بكير مثل العصافير. تفضل. فعلا ان كيدكن عظيم. شرفي يا خانو. انه لايمتى بدي اتحملك؟ يخرب بيتك ما اسالك، تسهري لانصاف الليالي ما بنحكي شي، ما بتفيقي لضحوه منقول يلا معلشي، بتمهيصي بالكنازه والمسح منعذرك، بتعدي بتتناغشي انتي وابني بالسهرة مشان لحتى تغيزوني وتجاكروني، انا المرة المستورة. بقول يلا معلشي مرة وجوزة وحبوا يتسامكوا علي، اما انك تردي بوشي واسمح لك تطولي لسانك علي، نيعك فش وفش. فهماني ولا ايه؟ بسيطة. شو علي؟ الكلام صفة المتكلم. دخيلك ودخيل سقافتك، الكلام صفة المتكلم، ريت القصي بجنابك اتعلم. لك شو بكن يا جماعة فاكحين على بعضكن إزاعة؟ صوتكن وصلاني للحارة، عيب شو هاد؟ وطوا صوتكن شوي وحلوة مشان الجيران. تعا اسمع، تعا اسمع مقصوفة العمر تبعك بنت النعم اللي عم تسمعني على كل إيد النغم. أنا ما سمعتك ولا أمتك من أرضك ولا التكشت فيكي، بس أنت ملؤومة من مبارح ومدري شو صاير فيكي. ولك يبعد حمى لهلساني اللي لازم أقص، والله لو تتركني عليها لهالمقوصة لحتى نص جوزة تمص. لك شلون أتركك عليها لك يا أبني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، طولي بالك شوي. شو بكي؟ لك أنت جاي تتبلاني؟ أحسن ما تتقوى علي على أمك، روح تقوى على مرتك، قليلة الترباية مثل الحرباية. ما بدنا نفهم شو القصة؟ شو الحكاية؟ شو القصة وصار؟ شو بيعرفني؟ سأل أمك مطنة ورنة، قال لو الكلب بيدخل الجنة عمر الحماية ما حبت الكنة. على نصتك هلا. شو بكي أمي؟ قليلي لحتى أعرف أتصرف. يلي صار اني قلت لها لبقت لبسي الكعب العالي بالبيت يا ويصال وتشخلعي فيه، منظره عم ينرفزني وطالعه فيه مثل معسفة الاكابر، قامت الخانه من تترت بوشي وهي عم تعلي كلمسكه وقالت لي هذا الحاضر. هلا حلفتك بدينك انا قلت لك هيك؟ والله يا معروف انا قلت لها امرك مرت عمي حاضر، مو هذا الحاضر، في فرق بين الكلمتين. يون واهل واه عليكي، شو انك مبربكه وملوفكه. اي بسيطة، شو هالشغلة المهمة؟ محرزة تعملوا لي صرعة انتوا التنتين كل ما برجع من شغلي؟ لا تجمعني معها، هي عم فهمك ها؟ قال انتوا التنتين، قال شو جاب لجاب؟ يكون بعلمك انه انا امك وانا الي وضعي.
إن كنتي حافظي على وضعك حتى نحترم وضعك، بس أنتي هيك الشر والأذى بطبعك. وقال شو؟ أنا اليوم فائقة مبسوطة وحاسة حالي قطقوطة، ومشطة شعري ورابطته بشريطة، وفرحانة وما حدا قدي، وجوزي بده ياخدني على الغوطة، ولما عرفت إنك وافقت تاخدني على السيران، وقلت لي جهزي حالك، فار دمه ولعب سما وركب الجنان. خلاصي ولي؟ ارديت لك إلهي ينتعك على نار جهنم وينساك هنيك؟ خلاص أمي، خلاص شو قالت؟ وليش عم تخانيني انت التاني نسيت انه انا امك ولي غضب ورضى عليك ولا هلا صرت تطلب رضا الفرتوكه وتخاف غضبها؟ شو جاب هاد لهاد؟ ولك اخ يا ليتني خطبتك لبنت اختي سوسن، على القليله كانت عطالعه والناس ما بتعمل لي ارضا ورثا. سامع باذنك سامع؟ لك يا امي نحن هلا صحيح سوسن سمينه وما بتقدر تطخي وبتنقطع انفاسها، بس على القليله ما بتحط مخها بمخي وراسي براسها. انزلي من فوق يا مقوصة، ليش هربتي مني؟ ان شاء الله كل يوم بدك تطبخي هالقوصة، انزلي تعلمي مني. ما بنزل يا حماتي ما بنزل الا بحلق الماس. حلق الماس؟ شاي ولاي عليك يا حبلة. شو اعمل لك؟ انا مثل الحبلاس كل ما كبر بيحلى. انزلي بلا اخد وعطى، احسن ما اسفك بالشحاطة. هلا انا بس بدي افهم انه انت منين طالعتي لي بموضه هالضرب؟ كل الحموات ولساناتهم طويله وبين الكنة وحماتها حرب، بس انت نازله فيني سفه مثل الالبان والصرب. يوه عم تعملي حالك مسقفه، تضربي انت وهالامثال شو مقرفه. مو مساله مسقفه، بس انا بحب افهم واتنور، وانت يا مسكينه من معرفتك بالصحابه بتتردي على عنتر. شو بكي؟ ليش هيك تبلكمتي وعم تطلعي فيني مثل القاء؟ فعلاً وأنا عند كلمتي، إذا لم تستحي ففعل ما تشاء. إيه ورصاصي رصي، نزلي عن فهمي، نزلي لوزي. أبنزل شو خايفة منك، بيتي وبيت جوزي. نعم، شو بديك؟ وافي لإلك شو بدي؟ يا أمي! يا أمي! والله لا كسر راسك والله هلا فرجيه هلا هي شو بكون رح يبعثكم مثل القطه والفاره يا حريق الحريش تبعكم عملتونا شرصه بالحاره تعال شو الفرطه ها خلصي ولي انا بدي بالاول لا انا بالاول ورجلك على رقبتك لا تكبري معي شو فهمتك لك فهموني شو عم بصير اسمع امي اول ما غلقت وراك باب سقاق بلشت مرتك تناكدني وقفت قدامي مثل المعلق شي تجعر بوشي وشي تجاكرني هيك بدون سبب ليش انا شو قلت لك يا قليلة الادب معلش وصال يعني خليني افهم منها بعدين بفهم منك تفضلي احكي المعلقه تبعك سامع عم تسبني عم تقلي معلقه روحي ان شاء الله بتضلي لا معلقه ولا مطلقه الهي امي ببوس رجليكي وقفي لي هالمتريليوز خليني افهم الله يرضى عليكي ما بقي براسي ولا فيوز ماشي الحال هذا يا سيدي طلعت مرتك بعد ما رحت انت على اوضتها زينت وتعطرت وتمكيجت ورفعت شعرها وصارت رقبتها مثل رقبه الصوص الممسوعه ونزلت قلت لها يا بنتي يا وصال ليش المكياج يا حبيبتي ليش المكياج بعز النهار شو تقبريني انت رايحه مشوار انت قلتي لي تقبريني ايه قلت لك تقبريني قلتي لي العين الطراقه تطرقك والسفاقه تسفقك حدا بمكياج عيونه بالازرق وبالورب يروح يشوف عيونك كانه مزرقين من كتر الضرب هيك قلتي لي اخرسي هلا وخليني كمل كلي هوا ايه بسيطه سبيني قد ما بدك واذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهاده لي باني كامل سامع رح تفلقني فلق بهالسقافه تبعها لا وكل ما بتشوفني منرفزه تنترني عباره من عباراتها تضرب السقافة اللي وصلت لك تضرب المهم امي هلا يعني كمان وصال بتضل مثل بنتك كش برا وبعيد قال مثل بنتي قال اي والله اختك بهيرة بتنشرب مع المي العكرة مو مثل هالحمارة هاي بترد بتمي وشكرة امي هاي مو حمارة هاي مرتي كمان انت احيانا بتسبي مسبات يعني الواحد هلا انا هيك انا مسباتي محبة مو مثل مرتك هالدبة ايه محبة قال حبتني حماتي نيمتني على التنور بغضتني حماتي نيمتني على الكانون هون شحار وهنيك شحار المهم هلا يا جماعة فضولي هالسيرة وقوموا حطولي غدا انا جوعان ليش بالاول انت عرفت الحق على مين يا حيوان انا حيوان انا ابنك امي بعدين شو مناسبة هالالفاظ هلا وانت التاني بوشي بدك تتخلى فرح يا معروف كبر ابنك وجوزتيه ما شاء الله امي انا رجال ما بفهم بهالمسائل هاي
العمى بقلبها على هالوخامه. قلت لها يا حبيبتي يا وصال الله يرضى عليكي، امسحي الترابيزات الغبره عليهم هالسمك سمكه. قامت جعرت بوشي وقالت لي شوفي انا مالي وخمه وما بدي حدا يعلمني النظافه، اصلا انا ما كنت اشتغل ببيت اهلي، كان عندنا صانعه. انا قلت هيك؟ قلت لها ولك يا روحي يا ضو عيني انت، حدا بيحط لك تزريعه فوق المكتبه؟ بتشر المي على الكتب وتسخمها تسخيم. قامت انتترت وقالت لي شوفي يا معروف، قالت لي معروف، قالت لي شوفي يا معروف انا اكره علي مين يعلمني، بعدين هذا بيتي وحره فيه انا، وشقلت منخاره للسما. انا سمعت هالكلام حطيت ايدي على تمي وسكتت. قلت يا بنت لا تردي، هاي مجنونه. انا مجنونه؟ ايه الله يسامحك. هلا فضولي هالسيره يا جماعه وخلصوني بقى، قوموا حطولي غدا بدي اكل لي لقمه ونام وارجع على الدكان. يعني ما بدك تسمع مني بس بدك تسمع من امك؟ قولي واختصري خليني اكل لقمه تصلد خصري. يلا هذا يا سيدي نزلت امك على بكره على الدرج وهي لابسه روب لونه السكله ما بلا حرج، عرفته؟ هذا اللي بتضل تلبسه وبتتفتل فيه. قلت لها مرت عمي مو حلو غيريه من شان سنك، قالت لي ما بيخصك ورصاصي رصك، انت غيرانه مني. بس انا على شو بدي غار منها؟ والله ما فهمت. هيك قالت لك رصاصي رصك من الباب للطاقة؟ امك وبتعرفها؟ لا ما بيعرفني. شلون ما بيعرفك؟ المهم هلا ولما دارت ظهرها شفت شقفة مسكة كبيرة لزقانة على الروب، قمت لحقتها وركضت بفاها لحتى انتش المسكة من على روبها، وما شفت لك الا وحدة اندارت علي وسفتني على تمي كف. طبعا بدي اسفك لانك انت ما نتشتي المسكة من على روبي، خليتيني لدير ظهري ونعرتيني. انا ما نعرتك. خلاص يا جماعة قولي انا نعرتك. نعرتيني لكن ما نعرتيني، انا شفتك بالبلور عم تلاوقيني. انا ما لا وقت حدا، كنت عم رطب شفايفي بلساني. مبلا لا وقتيني. ما لا وقتك. لا وقتيني. قلتلك ما لا وقتك. مبلا. لا. مبلا. لا. مبلا. خلص ما لا وقتك. مبلا عملك لا وقتيني. انا شفتك. خلص ما لا وقتيني. الله يحرق الساعة بلعو. رح تجنوني العمى. لا خلاص. 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 رح تجنوني. كل الحالة. بلا فرشي حالك. لك شبكو. العمى. لك يا امي ليش هيك انتي؟ ليش هالكتيه لمرتي؟ حسبيها مثل بنتك. بعدين الواعة الكبيرة بتسع الواعة الصغيرة. هلا أنا أمي، أمي اسمعيني منيح مشان الله، بعرف إنه خلقك ضيق ومزاجك صعب وبدك كل شي بهالبيت يمشي على مرائك على عيني وراسي، بس هالشي لحتى يتحقق بده وقت، ما بده خناق وعياط ومقت. والله أنا بحبها لويصال، بس هي ما عم تخلي لي مجال، وروح قلبها تجاكرني وروح قلبها القيل والقال. معلش امي معلش، طولي بالك عليها، يعني نحن عمر واحد وبدنا نعيشه، خلينا نعيشه مزبوط. وبيني وبينك الكنه بدها كنه، وهي بنت الناس، يعني نحن مجبورين فيها. ايه والله مجبورين يا معروف. يعني انت ما بتنبسطي اذا شفتيها عم تسعد جوزها وتريحه؟ يهلكها. يخلي لي اياكي يا امي، ديري بالك عليها، اذا مو كرمالها كرمالي. ولو ايه والله بعد هالحكي لحطها جوات عيوني. اسمعوا على الحكي، قال له لك يا ابني ما كانت الكنة بحضني. كتير حلوة هالمفاهمة بينك وبين الوالدة، بس ان شاء الله يكون في فايدة. استفدت ولا ما استفدت اخي معروف؟ هلا منشوف. امي شو عم تعملي هون؟ ليش هيك حالتك؟ لك طمنيني رعبتيني. ضربتني على راسي بطاسة الحمام وشدتني من روبي وشقت لي اياها كمان وسبقتني على ايدي بالكشاشة وضربتني برجلها وتزحلطت كمان. امي انت عن مين عم تحكي؟ عن مرتك ويصال. وامتى صار هذا الشيء؟ اليوم، اليوم الصبح بعد ما رحت انت على شغلك. امي مرتي وصال ما نامت بالبيت، مبارحة بعد ما نمتي حضرتك خبرونا أهلها أنه أختها عم تطلق. جات يا أمي ولا بتستنى نايفة؟ هو من جهة جات، جات يا أمي، بس بستناها ما بقى إلا توصل. خذ يا أمو هيك كاسة العرق سوس، اشربها وبرد على قلبك. الله يسلم ايدين يا امي. ايديك يا امي. قديه الساعة يا امو؟ والله ما بعرف. يعني قديش تطلع هلا الساعة؟ ليش عم تسألي عن الساعة؟ بدي اعرف اذا كان قد العصر ولا لا. لحظة.
يا ستي الساعة 4:10. هي مو ساعة أبوك الفضة يلي معك؟ بلا ساعته الله يرحمه. هي ساعة فضة، ليش ما بتعلقها بجيبتك؟ صحيح الساعة فضة يا أمي، بس ما لها سنستي. اشتري لها سنسال فضة وعلقها بجيبتك تقدرني. يا أمي الله يصحك ويخلينا إياكي، نحن خرجنا نلبس ساعات وسلاسل، نحن الله يسترها معنا ويدوم علينا الصحة والعافية، يا دوب عم نلاقي رزقة يومنا. الله كريم يا مسعود، طول بالك يا ابني، لابد ما تفرش. آخ يا أمي آخ، كل دروب مسكرة بوشي، ما عم لاقي ولا شغلة ارتزق من وراها، ولولا نايفة الله يرضى عليها عم تشتغل عن الست مكرم، كانت حالتنا بالويل. وشو الفرق بينك وبينها؟ إلهي كلمة إله جاه عند الله، يستر عليك يا نايفة ويوفقك. قسما بالله يا مسعود، أنا بحب هالبنت من جوات قلبي. ربي يشهد علي إنه ما في فرق بين محبتي لأختك نديدة ومحبتي إلها. الله يمد بعمرك وينفعنا من رضاك يا أمي، وهي كمان عندها ياكي بالدنيا. ليش لحتى ما تنحب؟ بنت حلوة وكربوجة ودرويشة وآدمية، وفوق كل هالشي معشرها هني ونفسيتها طيبة. هذا مسواقك يا أمي، مو أنت نقيتي لي إياها؟ لك شو تنقيتي وما تنقيتي؟ هذا رضا من رب العالمين يا مسعود. يا ما ناس تخوزقوا بجوازات هون وكانوا مفكرين حالهم مالكين القلعة. مرحبا. أهلين نايفة. أهلين تقبرين. مرحبا. تأخرتي تقبرين، ضل بالنا عليكي. إيه والله يا مرت عمي تأخرت، لأني رحت من طريق طويل، ظنيته أقصر عم طلع أطول. تغديتوا ولا لسه؟ لا والله ما تغدينا، عم نستناكي. أي مسخي الكل أكل. لا أيها مرت عمي، شو تسخنينا؟ ليش أنا شو عم ساوي لك؟ بتكوني جاي هلكانة وتعبانة وبده مني خدمك. يعني بتلاقيها مناسبة أخدم بيوت الناس وبيتي ما أعرف أخدمه؟ خلص خمس دقايق وبيكون الأكل جاهز. إيه تسلم لقلبي، شو حلوة منخشة تهنى فيها يا مسعود. مرحبا. أهلين عمي أم فايز، تفضل شرف. لا معلش مستعجل، مالي فاضي. بس لعلمك يا مسعود، صار ماضي يومين على الدفعة المستحقة إلي من حق الغرفة. ها معك حق، ما ينسيا، بس بدك ما تآخذني، الشغل دائر وما في بجيبتي ولا فرنك. بعدين أنت بتعرف عمي أم فايز، ما قصرت عليك ولا بدفع، مزبوط ولا لا؟ من هالجهة والله أنت ما في منك، والنعم من تربايتك يا عمي. بقى بترجاك عمي أو فايز تستناني شهرين بالكتير، وبمجرد ما اشتغلت رح سكر لك كامل حسابك. أنا يمكن بقيان علي الدفعة الأخيرة. ما صحيح، بقيان الدفعة الأخيرة. بقى شو قلت؟ والله يا عمي ما بقدر أقول شي. ليش؟ طبعا مو أكابرية مني، بالعكس أكابرية منك، لأنك فقير ومعتر، ورغم كل هالشي ما قصرت ولا بدفعة، كل دفعة بأوانك. لك إيه، تعال شوف شو عم تعمل معي هالأمم هي. لك هذا راغب بيك اللي صيته على سن ورمح ونص الدنيا ملكه، اشترى من عندي دكانة لابن أخوه بالتقسيط. ايه قسما بالله العظيم لحد هلأ ما دفعني غير الدفعة الأولى، وهذا وش الضيف. ايه عمي أوفايز، بس أنا غير بعرف والله بعرف انت إنسان مربى، بس شوف على هالتناقضات هاي. لك الفقير بيعرف شو اللي عليه وبيحترم الناس، والغني بيتهرب من واجباته مثل الناس. شو بدك تعمل عمي أوفايز؟ هيك حال الدنيا. أصبح روح عمي، أنا ما عدت طالبك نظرا لأخلاقك العالية، بس يصير معك ابقى تعطيني ان شاء الله بعد سنه. يلا خاطرك. ما حلو هيك على الباب، تفضل عمي فايز. معلش مستعجل، مره ثانيه ان شاء الله بدي لحق راغب بيك قبل ما يهرب ويمز. الله معك، مع السلامه. مين هذا اللي عم تاخذ وتعطي معه من على الباب؟ هذا ابو فايز امي. ابو فايز صاحب البيت؟ ايه اللي بعنا الأوضة. ايه وشو بده؟ والله الزلمة أكابر يا أمي، عرف إني ما عم بشتغل أم أجل الدفعة الأخيرة إلى ما شاء الله. الله يرضى عليك، يفتح بوشك يا حق. شو يفتح بوشي أمي؟ باب الجنة ولا أنين غاز؟ يعني الله يرزقك. اضحكوني معكم. عم قل له الله يفتح بوشه، عم ضحك. شو هاد مجدرة؟ انت الحق تعمليها؟ مو أنا عملتها، هي الست مكرم بعتتها معي. هات لأسكبلها. الله يرضى عليك يا ست مكرم. بسم الله. يلا بيجي بسرعة. شو يا؟ شايف لك ما في حدا لحدا. ايه والله ناشفة، مو بس ناشفة، انشف من القريص. على العافية يا شباب. عافيك. عندي ترحيل انقاض بالبيت وبدي اربع شغيلة. العيون عافية. احنا هون ناسين يا اخي. لحظة طولوا بالكم، بدي اربعة بس. رجعي هاي انا واحد. وانت رجع انت كمان اخي، رجع وحضرتك رجع كمان.
ولا يهمك معلم، اذا مشان الاجره براعيك فيها. لك يا اخي فهم علي، عم اقول لك انا عندي كم كيس رمل وشويه بلاط مكسر، يعني انا ما عندي مزرعه. الله يخليك، بنص الاجره بشتغل معك. لك يا اخي توكل، الله يرضى عليك. خلص بقى تفضلوا، يلي قلت لهم يتفضلوا معك. يلا يلا. لك تقبريني تقبريني على هالشعرات مع احلاه. نياله نياله ابني على هالمره، شو ظريفه ونظيفه. لك يخرب بيت قلبه هالمشط، ما عم يمشي بالشعر، عم يخربصه خربصة. لك ما عندك مشط غيره؟ منين يا حسرة؟ انت بتعرفي يا مرت عمي انه الحالة ضيقة، لقوا معاشي دفعناه كله قصة لهالأوضة. بس يلا معلش، بدنا نصبر شوي لحتى الله يفرجها. لا والقصة اني صرت اخذة من الست مكرم معاشي والعيدية سلف قبل 20 يوم. اضرب عليكي، هلأ صار المشط حلم عندك؟ يلا شو بدنا نساوي؟ قال بنت المعماري حلمة تعمر أوضة، وبنت الصايغ حلمة تشتري إسوارة على الموضة. الله بيعين يا بنتي، اللي بده يشتري بيت بده يتحمل شوي. لا والدنيا جاية على عيد وما في بجيبتنا قرش يوحد ربه. تقبريني لا تزعلي ولا على بالك، المهم الصحة والوفق، وهي أنت وجوزك متفقين وجوزك حاطك على راسه. دخلي قديش حقه المشط؟ يعني إذا كان الجمل بقرش وقرش ما في، شو منساوي؟ هلأ أنتي مالك مخبي قرش هون ولا هون؟ كلهم دفعناهم، شي قصت للأوضة وشي لنرقع السقف ونزفته حتى ما يدلف. الله كريم يا بنتي، الله كريم. تشربي كاسة شاي مرت عمي؟ إيه، تسلميلي، كل شي من إيدك حلو. على عيني. مرحبا مرت عمي. أهلين، طولتي. إيه والله يا مرت عمي، كنت عند القصاصة. شلون زبطت معك هاي يا نايفة؟ شو هاي مرت عمي؟ يعني حق مش ما معك تقومي تروحي لعند القصاصة؟ قلت لحالي بكرة الدنيا جاية على عيد ومو حلوة قامي قلب جوزي بكباشي المنفوش. ليش انتي إلك كباش؟ إن شاء الله بيسلم لي هالشعر الحرير يلي بينساب على كتافك مثل الشلال. أصلاً مسعود أكتر شي بيحبه فيكي هو شعرك ومش لحملايتك. حاضر مرت عمي. مرحبا امي. اهلين يا امو. اهلين، تقبرني شو هاد اللي جايبه معك؟ فلافل ومسبحه. لا انا ما عم بحكي عن هدول، عم بحكي على ذاك الكيس. اولا كل سنه وانتي سالمه. انت سالم يا امو، اصحى تقبرني، اصحى القبره. ولا يهمك. ثانيا هي شحاطه هديه لك، هديه العيد امي. ولا تاخذيني مشان الله، مثل ما بيقولوا بين عزرك للطين بخلك. لك ابني هلا وقتها انت الثاني، انا امك وما بعتب عليك. ولو يا امي، ما في شيء من قيمتك. ونايفه شو جبت لها؟ شو بدي جيب لها يعني؟ ما جبت لها شيء. اسمعوا على السمعة، بالله قال لي شو جبت لها. هلا وين نايفة؟ بالمطبخ عم تسلق بيض. نايفة! مر مسعود افندي، شبيك لبيك، نايفة بين ايديك. اعوذ بالله، ليش هيك عاملة بحالي؟ شو بني؟ مو لابق لي؟ لك مو قصت مو حلو بس، ما قلتي انك رح تقصي شعرك؟ يا سيدي قصيته وبعته للقصاصة، واشتريت لك بحقه هدية للعيد. هدية؟ شو هالهدية بقى؟ تفضل شوف العلبة وافتحها. سنسلة تفضل؟ ايه لساعتك. شو بك؟ كأنك زعلت. بالعكس ما زعلت، بس مو انت من زمان جاي على بالك تشتري سلسال لساعتك وما عم بيصح لك؟ صحيح، بس هلأ الوضع اختلف وما عاد يلزمني. ما فهمت عليك، شلون يعني اختلف الوضع وما عاد يلزم لك؟ يعني أنا التاني جايب لك هدية. هدية إلي؟ إيه. ما أصلك قوي الشعر؟ قلت حالي عم تعذبي بشعرك وهذا بيريحك، بس يخسر. يسلموا إيديك، بس هلأ بعد ما منين جبت حقه؟ يا ستي بات الساعة واشتريت لك يا. Ha ha ha.